حل النجم التركي بوراك أوزشيفات بالمركز الأول بتركيا بتصنيف الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. والغريب بهالخبر منو عدد متابعينه ولكن عدد يلي هو بتابعهم، فبلغ عدد متابعينه 8 ملايين متابع، بينما بلغ عدد الأشخاص يلي هو بتابعهم 4 أشخاص فقط، هن خطيبته فهرية أفجين وثلاث أصدقاء آخرين من المقربين لإله.